يقول الشيخ محمد ابن هادي المدخلي، ده في السعودية طبعا، يقول عن الذي يأتي إلى مكة ولم يزور الشيخ ربيع هذا خاسر، إلا ده قال سلفته فيها شك، فقال إذا جيت مكة لازم تزور، إلا قال إذا كان عندك عذر. معناه جعل زيارة ربيع شنو؟ واجبة من الواجبات. ما هو الكلام ده؟ لازم الكلام ده، وده كلام واضح. وأما مجرد الكلام الفج والسمج هذا الذي سمعتم، فاعرضوه على أي عاقل في الدنيا، أي عاقل في الدنيا من المسلمين اعرضوا هذا الكلام عليه وقولوا له: تتصور واحد من المسلمين يقول أن من حج ولم يزور الشيخ ربيع، ولم يزور الشيخ ربيع، حجه غير صحيح؟ أنا أظن حتى المجنون لا يخطر ببالي هذا، ولكن هذا كله من المبالغة في تشويه صورة السلفيين. لو طلق واحد يكون عطل يقول لك ها؟ يعني عندك رأي في محمد بن المدخلي؟ في المخرج جات عندي خلي المدخلي. أنت بتلعب ولا وهي لك، وما أظنك أن تقوم يا عاصم. شفت زي النوع ده هو سب على المنهج السلفي. والله زي محمد مدخلي دير وغيره من الناس دي مذهبية جديدة، دي مذهبية عصرية أنا بعتبرها سب، هذا سب على المنهج السلفي. ولو كان الإنسان يعني بيده أن يصرح بعد أن يقيم الحجج، إنه نحن عندنا في قاعدة في الجهل العذر بالجهل، بعد ده أنا بعد أقيم عليه الحجة إذا أصره ممكن أقول ده ما سلف ذاته، لكن بحكم أني لم ألتقي به وما قمت معه يعني نقاش، فبقول إنه هذا يحذر منه ويحذر من هذا القول. إن أمثال هؤلاء أقول يحذر منهم ولا يعتد بقولهم، ها، ولا يمكن أن يصدقوا في كل ما يقولون. ونقول زي ده الله يهديه ويتوب عليه ويعلمه، فهمت؟ والذين يتبعونه ذلك كمان لا تسعر شباب العطر، هنا هنا وهنا قد يكونوا بعدين، لكن انا انقبضتك بعمل لك رساله ده كده. شوف يا ابني، الدين ده ما هو انه انت تكون غريب سعودي معناه انحصر الدين في السعوديه، في علماء هنا في البلد دي، لكن انت بعض الشباب العاطل بيفتكروا انه البلد دي ما فيها عالم، ودي مشكلتهم تخصهم هم. في شباب عاطل الان ينتسب الى المنهج السلفي وده مغشوش ساكت، يفتكر انه ما في عالم سلفي في البلد دي. يقول لك العلماء في السعوديه، يعني نحن نقفل الجامع ده نمشي نطلب العلم كده يوريني الحاصل. جاوب على هذا السؤال يا عاطل.